ضمن معرض التوعية المقام في إكسبو الشارقة، أطلقت إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة حملة الأسبوع الخليجي للتوعية بسرطان تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام. انطلقت حملة الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان تحت شعار 40% حماية 40% شفاء، والتي تعنى بفحوصات كتلة الجسم وفحص الكشف الذاتي للثدي وشرح الطبق الصحي لطلبة المدارس والزوار وتثقيفهم بأهمية اتباع الأنظمة الغذائية والاستشارات الصحية من قبل مثقفين صحيين. شعار حملة الأسبوع الخليجي للسرطان هو 40 حماية 40 شفاء، حيث أن 40% من أنواع السرطان يمكن أو ترتبط باتباع أنماط الحياة الصحية، أما 40% من السرطان يمكن شفائها بشكل تام إذا ما تم الكشف عنها بشكل مبكر. الحملة تندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة التي أطلقت عدة مبادرات بهذا الشأن، منها تعزيز الوعي بأنماط الحياة، كما تأتي المشاركة بهذه الحملة ضمن برامجها الصحية على المستوى الخليجي في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من خطر الإصابة بالسرطان. تمت زيارة العديد من طلبة المدارس لمنصة وزارة الصحة، وتم إعطاهم وجبات صحية، كيفية تحضير وجبات صحية وشرحهم عن الطبق الصحي. وأقبلوا أيضا عديد من الجهات الثانية مثل المشاركين أيضا في المعرض. خلال حملة الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان تم توزيع المنشورات والرسائل التوعوية حول الوقاية من السرطان باتباع أنماط الحياة الصحية لرفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان وتحسين فرص الشفاء وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والغير حكومية. ينطلق الأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان الذي يأتي تحت شعار 40% حماية و40% شفاء، الذي يهدف لتوعية أفراد المجتمع من مرض السرطان. لأخبار الدار، هدى سالم.